اهلا وسهلا بيكم في نص مشكل، وزي ما عودناكم في كل حلقه معانا ضيوف جداد ومعانا وصفات جديده. وهبتدي النهارده الحلقه بالطبخه بتاعتي، والنهارده هعمل لكم كانيلوني بالقرع العسل والجبنه ريكوتا. وهقول لكم دلوقتي المقادير. محتاجه تقريبا كيلو قرع مشوي، انا شويه عشان اعزز النكهه بتاعته واخلي طعمه احلى. طبعا ممكن تحطيه في الميكرويف او ممكن تسلقيه. ومعانا عين جمل، وعنا جبنة مبشورة وجبنة ريكوتا، وكمان مرمرية. وطبعا أنا أفضل المرمرية الطازة، بس لو مش موجودة الطازة نقدر نستعمل مرمرية ناشفة. وتوم وجوز الطيب، وكمان معايا بصل وجبنة كريمة ولبن. أول حاجة هعمل حشوة الكانيلوني، والحشوة النهاردة هتكون عبارة عن ريكوتا عين الجمل والقرع. اول حاجه هعملها هحط البصل، والثوم، واسيبهم بس يتبلوا شويه. انا طبعا الكانيلوني بتاعي، انا جايبه الكانيلوني المواسير اللي هو بيتباع في السوبر ماركت، مش عامله الكريب وبلفه، بجيبه اللي هو زي المكرونه كده اهو، عباره عن ماسوره وسلقته، وهوريكم هنحشيه ازاي وهنرصه ازاي. بتسلقيه عادي جدا زي المكرونه، ما فيش اي مشكله خالص. هحط معلقة من المرمرية، معلقة صغيرة على البصل والثوم. خلي بالكم انها من الاعشاب الجامدة اللي طعمها جامد، ومش متعودين عليه قوي في الطبخ بتاعنا. انا بحبها جدا، بس هي المرمرية بتمشي كويس قوي مع قرع العسل. هحط عليه الجبنة ريكوتا الأول، وهحط عليه القرع، طبعا انا كنت هنسى الملح والفلفل. وبنحط مع القرع يا جماعه شويه سكر، علشان بس اطلع نكهه النكهه المسكره اللي موجوده في القرع، ازود اطلع الحلاوه بتاعته. هحط عليه دلوقتي ملح وفلفل، ملح وهحط فلفل، ورشة جوز الطيب، وكمان هحط نص معلقة سكر صغيرة قوي. بس كده. بعدين هاخده تقليبة. ادي كده الحشوه بتاعتي جاهزه. هحط عليها كمان حبه عين جمل، وهاخد بقى خليطنا ده نحطه في الميكسر بتاعنا، ونضربه ناخده ضربه. تقيلة جدا بتاعتي.
دي اتقل حاجه شلتها في حياتي. معقوله ده ولا هو القرع اللي تقيل؟ نقرب دي شويه عندي كده او دي كده. وبعدين هاخد الغطا ده احاول بس اتاكد ان مفيش حتت مكلكعه فيه كتير عشان لما احطه، لان لازم نحشيه بكيس الحلواني فما يبقاش فيه اي عوائق تعوق عمليه الحشو. بس كده ابتدي اجيب الكانيلوني بتاعي اهو، والطبق اللي هعمل فيه البايركس اللي هعمل فيه هبتدي احشي. بس الاول هعمل الصوص اللي هحطه على الكانيلوني من فوق، اللي هو زي صوص البشاميل، بس انا عاملاه النهارده صوص جبنه. واسيبهم بس على النار وانا بشتغل، يبتدي يستوي عشان كل حاجه تبقى جاهزه كده. والصوص عباره عن جبنه كريمه واللبن وهنحط اللبن وهنحط عليها فص ثوم، ثوم حاجه صغيره جدا يعني نص فص حتى، بس يديها كده شوية نكهة خفيفة من بعيد يعني. وهحط عليها الجبنة المبشورة، سيبهم بقى كلهم يغلوا مع بعض. وده الصوص هيبقى بتاعي طبعا، ملح والفلفل هظبطه دلوقتي، ملح وفلفل ورشة جوزة الطيب، ملح هكتر الملح لان الجبن بتبقى مالحه، والفلفل ورشه جوزه الطيب. وكده الصوص بتاعي هيبقى جاهز، هديله تقليبه كده على النار. وكده الصوص بتاعي هسيبه بقى براحته كده وانا هشتغل في الكانيلوني بتاعي. الكانيلوني بتاعي عباره زي ما وريتكم، هوريكم حالا اهو، هي دي التيوبز اللي قلت لكم عليها، بتتباع في السوبر ماركت وبتتسلق زي ما بنسلق المكرونه بزيت وملح في ميه مغليه. وادي التيوب بتاعي اهو، انا هبتدي اقصه نصين، قصاه هنا نصين برضو، وهبتدي احشيهم بكيس الحلواني. فين الكيس؟ لسه مطلعاه. محتاج يوسع شوية. أنا مش عايزة أعمل فيه شكل ولا حاجة، بس أسهل لي لما أجي أحشيه أنا أحشيه كده.
هقلب الصوص بتاعي. ممكن نشيل كمان، احطله بقى معلش كمان مرة واحدة كده. وهجيب هدهن الأول البايركس بتاعي بالزبدة، واحدة واحدة هاخد التيوبز دي واملاها. وانا هعملهم واقفين كده مش نايمين، ولازقين جنب بعض زي خلية العسل. دي برضو من الافكار اللي عجبتني، طريقة تقديم مختلفة شوية. هما بيلزقوا في بعض. مش لازم تقصوهم طوال، يعني كل ما كانت اقصر كل ما كانت واقفه اكتر، يعني مريحه اكتر، مظبوطه يعني في الطبق. كده انا حشيت اللي كان لوني بتاعي بالمنظر ده، عايزه بس الكاميرا تقرب عليه. انا حشيته زي خليه النحل، التيوبس كلها واقفه ومحشي كده بالطريقه، بدل ما بنعمله بالمنظر اللي انتم شايفينه قدامكم على الشاشه ده. الصوص بتاعي جاهز، كده اهو احطه عليه. كده ارش عليه شويه مرمريه من فوق الوش وعين الجمل، وكمان هحط عليه شويه جبنه مبشوره وهدخله الفرن. وفاصل وارجع لكم تاني ويكون معانا ضيفتنا للحلقه النهارده، انتظروني. رجعت لكم تاني، والنهارده معايا رحاب. ازيك يا رحاب؟ الحمد لله. ازيك يا اخبارك ايه؟ منوره نص مشكل. ميرسي، منور بيك يا رب. هتعملي لنا النهارده ايه؟ النهارده هنعمل طرت حلو بالتين، وطرت سوفليه حادق ان شاء الله. ان شاء الله. نعمل العجينه اول حاجه. نحط تقولي لي المقادير العجينه. المقادير عندي 250 جرام دقيق، عندي زبده سمسم، معلقتين سكر بودره، وعندي بيضه للتجميع. اوكي، طب نبتدي في العجينه. اوكي، نحط الدقيق، بص على ده. هنحط الزبدة. ايه الحاجات اللي بتبوظ عجينة الطرطات بقى قولي لي؟ لا مفيش حاجة، هي أهم حاجة المقادير تبقى مظبوطة. المقادير بقت مظبوطة، والضرب اللي بتضرب يعني إيه أهم حاجة؟ الزبدة تدخل كويس قوي مع الدقيق، دي أهم حاجة. وذرة الملح دي مهمة جدا في الحلويات. اه طبعا، دي عشان بتظبط الطعم بالظبط. طيب اوكي، انت مش هتحطي سكر البودره؟ هحط سكر، اخلط بس ده الاول. انت حاطه لها سمسم؟ انا حاطه لها سمسم عشان بيطعم شويه العجينه. بس نقدر اللي عاوز يحط يحط اي نكهه، ممكن بندق مطحون بتبقى حلوه قوي. بندق بس ما فيهاش سوائل.
بيضه بس. هي عجينه التارت مش بتتعجن، هي بتبقى مفتفته شويه احنا عارفين، وبتتلم بتلم العجينه معايا حتى في الحادق كده برضو. عجينه التارت الحادق برضو الحلو مش بتتعجن يعني. طب قولي لي الحشوه بتاعتنا عباره عن ايه؟ مساعد كان عامل لك الحشوه. اوكي، عندي لبن، كله على النار. عندي احط اللبن على في الحله. اوكي، ونص. عندي السكر، وعندي احط اللبن عليه السكر، وعندي عصير برتقال كوبايه، وده 2 دقيق. ده دقيق، ايوه ده للربط، و2 بيضه. اوكي، احط كله على بعض، كله على بعض ونقلب لغايه ما يتقل معايا. طيب انا هحط كله الاول وبعدين احطه على النار. يبقى انا حطيت في الحله بتاعتي دي بقى وصفه رحاب، حطيت دقيق، لبن، سكر، و2 بيضه، وعصير برتقال. عصير برتقال نقدر نغيره بايه يا او انا حاطه عصير برتقال بدل الفانيليا، علشان اللي مش حابب عصير برتقال ممكن اي نكهه تانية. انا طلعت بضرب عشان خلاص دي كده بدل الفانيليا. اوكي، ممكن ادخل العجينه. خلاص ارفعها يعني. ايوه، بقيت تمرس اصلا. احنا خلاص بنعجن عجله التارت كده، لميتها. ما بتتعجنش كتير صح؟ لا لا لا، بنلمها بس. بنلمها. وانا تقريبا الحشوه بتاعتي جاهزه معايا اهي. بس كده تمام. انت اي تقل عايزاه، اي كثافه يعني؟ اي بس خلاص كده؟ طيب اوكي. بجيب صينيه التارت بتاعتي. ادي صينيه التارت. ببدا افرد فيها العجينه. في ناس بتفردها بنشابه وبعدين تحطها هنا. ها، تشيلها عليها. لا انا ما بحبش. لا ما بعملش كده. ليه بقى؟ انا بفردها بايدي كده. ايه اللي حابب يحطه؟ بس مش حراره ايدك تضايق العجينه؟ انا بقى قوي من التارت. هي لازم ترتاح في الثلاجه على الاقل ماكسيمم نص ساعه، ساعه الا ربع. وبحط لها ورقه زبده وفول للتتقيل. اي بقوليات عندي تقلها، بس قبل كده لازم نخرمها بشوكه الاول عشان يطلع اي هواء فيها وهي في الفرن، عشان ما تنفش معاكي. بالظبط. انا براحه ايدي كده ببدا يعني اضغط في النص وازق لبره. اوكي، فاهماني؟ لغايه ما اخلص، اخلصها كلها واطلعها على الحواف. انا بحب صواني التارت دايما تبقى بقاعده متحركه عشان تبقى سهل عندي ان انا اطلعها منها. بعد ما بتخلص خالص ما بطلعهاش من الصينيه قبل ما بخلص الحشوه كامله. انت هتزوقيها بالشوكولاته ولا هتسيحي الشوكولاته؟ هنعمل لها جانيش شوكولاته. طبعا جانيش شوكولاته. عندي 200 ملي كريمه. دي هتغلي قبل درجه الغليان بالظبط. وعندي شوكولاته مبشوره ومعلقه سكر بيضه صغيره وزبده. لا دي مش هتتحط على النار. دي لما تغلي هنحطها. دي لما تغلي هنحطها. بس عايزين بول اكبر عشان نحط الشوكولات فيها. دي هيكفي. انت قصدك نرجعه فيها يعني؟ عشان نحط الكريمه على الشوكولاته. طيب حاضر. انا التارت ده بيقلقني جدا، معرفش ليه. جميل. ساعات بيبقى ناشف، ساعات مفتفت. هي اهم حاجه ظبطت العجينه بس. لو ظبطت العجينه خلاص. واهم حاجه وانا بعمل لازم يبقى كل السمك قد واحد قد بعض عشان هي بتستوي في الفرن. بس عندي شوكه. عندك الشوكه. في ورقه زبده هنا وفول. ايوه خلاص انا عملت التارت بتاعي بالشوكه. هجيب ورقه الزبده وفول التتقيل معايا. اوكي، انا بقصه ورقه على قد على قد التارت بتاعي. بحطه كده وبحط الفول عليه. اي بقوليات عندي مش شرط فول. وده ممكن نستخدمه اكتر من مره يعني، ما نرميهوش. يخلص نشيله تاني نستخدمه بطارت تاني، مش مشكله. ونحط في الثلاجه بقى يرتاح ساعه الا ربع. وبعد كده بندخله الفرن. اول ما يطلع من الفرن بنحط الحشوه اللي عملناها على النار عليه. وبعد كده بنحط جانيش شوكولاته على طول وبنزوقه بالتين. ما بنسيبوش يهدى شويه بعد الحشوه؟ ممكن تسيبه على ما تعمل الحشوه دي. يعني يطلع من الفرن يهدى. هو بس تسويه في الفرن بياخد ربع ساعه. وبعد كده ندخله الثلاجه لمده ساعه وربع. وبعدين نحطه في الـ في الـ في الـ
في الفرن ربع ساعة، نطلعه نشيل الورقة بالفرن، نص خبزة بالظبط، ونطلعه نشيل الورقة بالفرن وندخله تاني. طيب اوكي. طيب انا بحضر الكريمة كده، الكريمة غليت، هحط هنا ونحط معاها معلقة السكر والزبدة للتلميع. الزبدة عشان بتدي لمعة للجناش بتاعنا. بس نقلبه، التارت يطلع وهطلع فاصل وارجع لكم تاني نعمل التارت الحادق بتاعنا بتاع النهارده، ونلم المكونات في الاخر ونشوف هنطلع تارتاتنا عاملين ازاي. انتظرونا. رجعت لكم تاني ومعانا النهارده رحاب، ورحاب عملت لنا تارت، التارت الحلو بتاعها اللي هو تارت الجناش بالتين. بالتين حطيناه في الفرن، ودلوقتي هنبتدي في التارت النوع الحادق بتاعنا اللي هو السوفلي الفراخ. عندي قولي لي مقاديره. عندي دقيق، زبده، جبنه شيدر في العجينه بنحط شويه 100 جرام، عندي سكر، رشه ملح او نص معلقه صغيره، وعندي ميه ساعه. ميه ساعه اوكي. حط الدقيق. والحشوه فيها ايه؟ انا حاطه فيها جبنه شيدر للتطعيم العجينه. الحشوه بقى عندي بصل وفلفل الوان وطماطم، ودي بهارات فراخ. لا ديت جوز طيب وملح وفلفل. اوكي. بس هنحط الزبده مع الدقيق. هنعمل قعده التارت بتاعتنا نفس تقريبا اللي عملناه في التارت الحلو. وهنبتدي نحضر الحشوه. انت قلتي لي عايزه بياض البيض، ده الحشوه فيها طبعا عشان سوفليه فلازم يكون فيه. أيوة. البيض مفصول بالظبط. ده بيتضرب لوحده وده بيتضرب لوحده. هنبتدي نضرب بياض البيض. انزل ديت هحضره لك. معلش هاني انزلي دي. حاضر. شغلها. شغل ده. ابتدي اضرب انا ده. انا حطيت الجبنه الشيدر في العجينه مع زبده ودقيق وكله. بنحط الميه دلوقتي عشان نلم العجينه برده. انا حتى جبنه شيدر لتطعيم العجينه مش اكتر، عاد بنحط اي حاجه ثانيه، رومي وموزاريلا اي حاجه. بس كده العجينه خلاص. برافو عليك. كده المارينج بتاعي كده جاهز اهو. يا جماعه ونعرف المارين جاهز بتاعنا ولا لا لما نبتدي نقلبه على راسنا ما ينزلش. بس هو ده بيزحلق، ما اعرفش ليه. المفروض انه بيمسك. يعني اجرب اضربه خلاص كده. كفايه. اصل هو هيدخل الفرن تاني ومسك قوي. خلاص ابدا برضو الم العجينه بتاعتي. بس تلميها بقى دي بميه ساقعه. لازم ميه بارده. والعجينه دي على فكره لازم تتعمل قبلها بيوم. ما ينفعش. ما ينفعش خالص نعملها وندخلها الفرن، يعني على الاقل 5 ساعات. انا بريح نفسي وبعملها قبلها بيوم. هي عجينه التارت الحادق كده. احنا تقريبا التارت بتاعنا الحلو جاهز. هطلعه من الفرن وابتدي احط له الحشوه عشان انت عايزاه نص سوا. بنشيل بقى الورق بتاعه. بنشيل الورق والفول وندخله تاني يستوي بقى معايا. طب قولي لي احط لك ايه على النار؟ هنبدا نعمل الفراخ. الفراخ عايزه لها ايه بقى؟ زيت. زيت زيتون. نشوح فيها الفراخ على طول مع ملح وفلفل وجوز الطيب. اوكي. نفس اللي عملناه في التارت التاني هنعمل ده بالظبط. you
ابتدي احشي التارت بتاعي بقى بالحشوه بتاعتنا اللي احنا عملناها اللي هي عباره عن سكر. لما يدخل الفرن تاني مستوي خالص بنحط الحشوه بتاعتنا ودقيق وعصير برتقان ولبن وبيض. عصير برتقان ده اختراع يعني مخلي البتاع ريحتها تحفه. انا مره عملتها بعصير اناناس والله حلوه قوي. ده ما بيخليش نحتاج فانيليا، هو عصير برتقان انا بحطه عشان بس زفره البيض بالظبط يكسر زفره البيض فما بحطش خلاص فانيليا. بس هو الواحد بيتعود على الفانيليا. على الفانيليا بالظبط. هندخله تاني الفرن. لا لا ده مش هيدخل الفرن. لا خلاص ده مش هيدخل الفرن تاني. ما انا هنسوي التارت لوحده. خلي بالك هو كنا هندخل العجينه لوحديها تكمل سواها فاهماني؟ اوكي لوحديها الاول. حط عليها ملح. هاتي انا جوز الطيب. ملح فلفل جوز الطيب. يعني يبقى العجينه بتاعتنا بتاعت التارت الحلو بنحط المقادير بتاعتنا اللي احنا هنبقى منزلينها على الشاشه وبنعجنهم مع بعض وبنلمهم بحبه لبن لو احتاجوا شويه بالزبط. سوائل على حسب حجم البيضه وبنحطهم يعني لو صغيره شويه بنحتاج معلقتين لبن لتجميع العجينه مش اكتر ما بنعجنش فيها كتير وبنخرمها بالشوكه بتاعتنا وبندخلها الفرن نص سوا بنطلع نص نشيل الفرن ونكملها لوحديها تاني اوكي وبس وبعدين بنحط عليها الحشوه بتاعتنا بالظبط اللي احنا عملناها ونحط الجناش ونحطها في الثلاجه وبنزوقها باي حاجه احنا عاوزينها. انا النهارده عملت تارت تين ممكن نحط فراوله ممكن نحط كومبوت. طب يعني انا عندي الجناش ده نحطه عليه ده خلاص كده ده هي بس الصينيه دي مش مقاس اللي كنت عاملاه فيه نفس ما عملت في التاني بالظبط هعمل هنا برضو فول التتقيل وبسيبها بقى بيها بليله في التلاجه وادخله في التلاجه. دي قبلها بيوم ودي تدخل الفرن. دي قبلها بيوم هندخلها دلوقتي بس عشان الوقت. طيب نبتدي نكمل الحشوه بتاعتنا. احنا هنحط بقى خلاص الفلفل الالوان بصل عليها. حطينا ملح فلفل اوكي هو ده ما بياخدش وقت على النار خالص يدوب شويه صغيرين لما بيدخل يستوي في الفرن بالظبط هيكمل سوا في الفرن تاني. هحط مكعبات الطماطم. محتاجه بقى ملح وفلفل تاني بصراحه لسه صح؟ هو عندك؟ بص الطيب اللي عندي زي ملح وفلفل اهو. اوكي ادي الفلفل على النار بقى هنا. على النار بقى هنا هتعملي ايه؟ هنعمل بشاميل عادي بقى خالص صوص بشاميل. نحط الزبده بتاعتنا هو ده خلاص ممكن نشيله. طيب. ولما نشيله بس نحط شويه تشيدر تاني ولما نطلع التارت من الفرن وبعد ما يستوي خالص احط عليه شويه تشيدر اوكي وهو سخن. طيب انا احط هنا الزبده واحط الدقيق معلقتين. انت هتعملي ده بشاميل عادي خالص. بالظبط. تقريبا خلص اطلعه. اوكي طيب.
احمر معايا نحط اللبن على طول والكريمه. تسلم ايدك تحفه. الله يخليك. انا حطيت الكريمه واللبن. عايزه مضرب سلك؟ لا خلاص هو مش مكلكل. طيب وبعدين هتحط خلاص كده ابعده عن النار. نحط عليه صفار البيض. حط الاول شويه جبنه شيدر برضو فيها عشان الوصفه كلها فيها شيدر. دول اللي هنحطهم لما يطلع الطرط من الفرن. نحط الشيدر دي. اهم حاجه بقى صفار البيض. احط مره واحده واحده ونقلب بسرعه قوي. انا ساعات باخد معلقه بشاميل ابرد بيه وارجع بقى كله علشان اضمن ان البيض بتاعي ما يجمدش. ما يجمدش ان شاء الله. بس انا عايزه قماشه امسك بيها. اتفضلي. وهنبتدي ندخل. محتاج دول خليها. لا دول خلاص. ده كده خلاص جاهز معايا. يبرد شويه واقلب معايا بياض البيض. بياض البيض. طيب احنا التارت بتاعنا هيكون في الفرن جاهز اهو. تقلي كده كفايه عليه. اجيب البنطيات عشان اتلسعت لسعه جامده. هاتي هاتي فوطه بقى. خدي فوطه. وطبعا بتدخلي الهواء من تحت لفوق. بالظبط. التكنيكس دي مهمه جدا للسوفلي. السوفلي ده ما بيهزرش، لازم يبقى منفوش كده، وهو طريقه التقليب بالراحه. بالظبط بالراحه ومن تحت لفوق. نقطع من النص ونقلب كده. تمام. المفروض نشيل الورقه ونكمل سواها في الفرن تاني لغايه ما يستوي. ابدا احط فيه الفراخ واحط فيه السفره. بس انت مش داخله تاني الفرن. لا هتدخل تاني الفرن. بس ليه محتاجه تسويه تاني؟ هو لازم يستوي لوحده الاول. الطرت لوحده الاول وبعد كده بحط عليه الفراخ. الفراخ اوتوماتيك اما بحط معاه الفراخ والسفليه بتوقف سواده تاني. بيستوي. اوكي خلاص. طب احط الفراخ بتاعتنا. ده طعمه تحفه البتاع ده شكله. حلو قوي والجبنه الشيدر فيه تحفه. بالظبط. بلاش الميه. اوكي. طب تمام. وكده يبقى التارت بتاعنا جاهز. ندخله تاني الفرن. تمام. واحنا محضرين تارتات من قبل كده. تفتحي لي معلش. أوكي. ده 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 ندخله الفرن. واحنا عندنا تارتاتنا جاهزين. ده التارت الحادق. السوفلي بتاعنا هيطلع بالمنظر ده. وتارت التين بتاعنا بالشوكولاته هيطلع بالمنظر ده. ميرسي جدا ليك يا رحاب. ويا رب تكون انبسطتي معايا في نص مشكل. ويا رب تكون وصفاتنا للنهارده تكون عجبتكم. واشوفكم على خير. باي باي.